تقبلي تتزوجيني؟ ايه طبعا طبعا. ما رح تنتهي قصتنا ما هيك؟ لاني حاسه حالي انه عم بحلم. ما رح تنتهي. رح اخذ بنتي وروح من البيت. ما حدا رح يطلع من البيت. لازم نبعد عن بابا قصدا، وهو ما رح يتحمل يبعد عنك، ما هيك حبيبتي؟ حتى الظلم يلي كنت شوفه بعيونك ما تغير. انت اللي طلبتي انه نحرق البيت وعرضنا حالنا للخطر بسببك. دي ما هي اللي كانت بدها تقتلني. شايفه بسبب غيرتك لوين وصلنا نحنا؟ اذا عمران دري بهالحكي انا رح اموت. هذا سر ما لازم حدا يعرف فيه. لعبه القدر ابتداء من السبت المقبل 10:00 بتوقيت السعوديه على MBC Plus Drama.